زي ما حضراتكم عارفين دائما احنا ما بنتكلمش بين الدور والكلام ده، لا احنا كل واحد يقول رايه. بسم الله الرحمن الرحيم كابتن اسلام، طبعا اولا عايزين نخاطب جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي العظيم في كل مكان ومساندته للاعبين لعيبه النادي الاهلي هذا الجيل بالذات، فالجمهور احنا مش عايزينه يغضب ومش عايزينه يزعل، لان ياما اللعبة دي فرحتنا وياما اللعبة دي جابت لنا بطولات. مطالبين كلنا كمنظومه جماهير مع لعيبه مع جهاز فني مع مجلس التخطيط ازاي نتماسك وازاي نترابط وازاي نبدا نشتغل عشان لسه مشوار طويل. صح. يعني الناس بتتكلم في مباراتين الاهلي تعادل فيهم فالدنيا قامت وراحت وعايزين نرجع بقى كمان للبطوله ديت، ان احنا بقالنا سنتين موقفنا بيبقى على الحركرك في الاخر بنروح للدور اللي بعد كده نخش مركز اول او مركز ثاني، لكن خبرات لعيبه النادي الاهلي بعد كده بتفرق بشكل كبير. ايوه عايز اقول ان المباراه ديت كانت من الناحيه الفنيه بصراحه اللعيبه ادت فيها بشكل جيد، اللعيبه يمكن كان عندنا الشوط الثاني بالذات عندنا اكتر من فرصتين ثلاثه كان ممكن يغيروا شكل واداء المباراه. احرزنا للهدف في توقيت قاتل بشكل كبير. فنيا كنا لازم نحافظ، يعني كان من ضمن التعليمات لمستر كولر. أيوه. بعد احرازك الهدف كابتن اسلام. طيب. تلقائي بتبقى تعليمات المدير الفني. أيوه. انك انت لازم تحافظ لمده دقيقتين ثلاثة. هو قال كده على فكرة على التنظيم الدفاعي. صح. قال لك احنا في اخر 10 دقائق الدنيا ايمن برضو راحت لاتجاهات اخرى والاماكن اخرى، وبالتالي شفت المباراة دي ازاي ايمن؟